حتى بنا فوق المجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيم. تالله لا أنسى الحسين بكربلاء، تالله لا أنسى الحسين بكربلاء، مذ آب للتوديع وهو يقول. شوفوا معنى الأبيات هذه مولانا، الأبيات حزينة جدا، تمثل مدى الصعوبة التي كان يمر عليها الحسين عليه السلام، وكيف ودع الحسين عياله وأهله. هذه الليلة بعد ليلة العاشر، أبو علي خف للضوى شوية، هذا خف للضوى، جزاك الله خير. تالله لا أنسى الحسين بكربلاء. إلك المجلس، أنت أقرأ وأنت إنعام، وهالليلة ليلة العاشر، ليلة عاشوراء، أحزن يوم عندنا، أشد يوم عندنا يوم عاشوراء. خلي قلبك هنا بعد ناعم للحسين عليه السلام. تالله الحسين بكربلاء، مذ آب للتوديع وهو يقول، من ذا يقدم للجواد ولامتي. الله أكبر. من ذا يقدم للجواد ولامتي،
والصحب صرعى والنصير قليل من جاء بجواد الحسين فأتته زينب بالجواد تقوده وأولاه فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا يا فيا ليت الجبال تزول أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولاحما وكفيل فتبادرت منه الدموع وقال ماذا قال الحسين أختاه صبرا فالمصاب جليل ورنيت إلى نحو الخيام بعولة يا زينب عظمى تصب الدمع وهي تقول قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده إن الفراق طويل طحت يحسين بالحومة وخيمة نعمدها طاح اسمع المعنى هذا طحت يحسين بالحومة أو خيمة نعمدها طاح وعقبك ما نشف دمعي ولا يرضى القلب يرتاح خويا لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام أو لا طيفك يفارقني ولا تنسيني الأيام شلون تنسين الحسين يا زينب ها قل لأخويا إن كان تريدني أنسى وبطل النوح وونيني خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني هيهات هيهات زينب شلون تنسى الحسين ها خويا إن كان تريدني وبطل النوح وونيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني خويا ايام الجنت وياك انا غيك وتناغيني تتذكر ايام الصغر مع الحسين ها أيام الجنت وياك أنا غيك وتناغيني إش بيدي عايشة وياي من ذيك الأيام أشباح بعد يا زينب اسمعها قل لعمر ما فارقيتك بي واذكر يوم كنا صغار تذكر ايام الصبا مع الحسين ها عمر ما فارق
طارق يا تكبيه، واذكر يوم كنا صغار من حضن أمنا الزهراء الجوانح حيدر الكرار. خويا يا ثغر الرضعت ويا الخوة من فداي أمي، ويا وجه العلم القاه يزول وينجل همي. خويا لقعد بنص الليل وحدي، اقعد واحط ايدي على خدي خوي على خدي، وامزج بدمعي نار وجدي. خوي لمن يطمني تراب لحدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صلوا على محمد وآل محمد. السورة الكريمة سورة التكوير. قبل أن نبدأ إخواني تعالوا قدام شوية، خاطر اللي طبي أخذ راحته بالدخلة، جزاكم الله خير. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. تعالوا قدام، جزاكم الله خير الجزائي، ما تقصرون إخواني، رحم الله والديكم. السورة الكريمة إخواني سورة التكوير، هي سورة مكية عبارة عن 29 آية، والسورة تتكلم عن مقدمات القيامة وعن القيامة. انتبهوا لكلامي، هذا دقيق مولانا. تتكلم عن مقدمات القيامة وعن القيامة. إخواني أكو أحداث تقع قبل القيامة، قبل لا تقع القيامة أكو أحداث تقع. أكثر الآيات الأول لهذه السورة تتكلم عن مقدمات القيامة وعما يجري قبل القيامة. هذه السورة كأقواتها من السور لها فضائل، أذكر لك فضيلة أو فضيلتين وندخل في صلب الموضوع ونربطها إن شاء الله بهذه الليلة الحزينة. الفضيلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن ينظر إلي يوم القيامة. اللي يحب يشوف النبي يوم القيامة، اسمعني، من أحب أن ينظر إلي يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. إذا حبيت أن تنظر لرسول الله يوم القيامة ويكون لك شفيع أكيد يوم القيامة، فعليك بقراءة سورة التكوير إذا الشمس كو. طبعا هاي بشرطها وشروطها، مو مجرد قراءة أخواني، إنما قراءة مع العمل بما فيها بمحتواها. هذه فضيلة. فضيلة ثانية مولانا أنطيك عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول الإمام الصادق: من قرأ عبس وتولى وإذا الشمس كورت، يعني سورتين، من قرأ عبس وتولى وإذا الشمس كورت كان تحت جناح الله من الخيانة وفي ظل الله وكرامته وفي جنانه ولا يعظم ذلك على ربه إن شاء الله تعالى، يعني يدخله الجنة، هذا غايته أنه يدخله الجنة. طبعا هذه السورة من السور التي شيبت النبي صلى الله عليه وآله، أشاب النبي بسبب هذه السورة بقراءة سورة هود،
الواقعة، هو النبي يقول شيبتني سورة هود الواقعة، المرسلات عما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. هذني الشيبة للنبي من عظم الكلام الذي في هذه السور. زين، هسا نبدأ بالسورة الكريمة. السورة بدأت أول حادث إخواني لهذه السورة ولمقدمة القيامة: إذا الشمس كورت. إذا نفخ إسرافيل في الصور تبدأ القيامة. طبعا من جملة مقدمات القيامة الشمس تتكور. تتكور يعني شنو مولانا؟ مولانا التجميع ولف الشيء كلف العمامة. شايف هاي العمامة يلفونها يكورونها تكور، واضح مولانا؟ يعني يلفونها لف، يجمعونها تجميع يسمونها تكوير باللغة. هاي الشمس تصغر وتلف وتجمع كلف العمامة، شايفين؟ ها التكوير شنو؟ هاي عبارة كناية طبعا، هذا كناية على أن الشمس بهذه العظمة نورها يضمحل، يضيع نورها، لا نور لها يوم القيامة. إذا الشمس طفت يعني العالم كله شو يصير؟ يصير ظلمة، ظلام في ظلام. إذا قبل القيامة كل مكان يصير ظلام، كل مكان يصير ظلام. عجيبة إخواني القيامة. إذا أول حادثة يشير إلى هذا الكوكب العظيم، هذه النجمة العظيمة الشمس بهذه الحرارة الهائلة، يقول هذه الشمس يجي يوم من الأيام شنو مولانا؟ تتكور، تنطفئ، تروح، تضمحل. هاي العلامة الأولى، أنا عسر خاطر أوصل. زين، العلامة الثانية، زين، وإذا النجوم انكدرت. انكدرت يعني آلت إلى السواد. هذا النجم يجي يوم من الأيام النجوم هم، مو بس الشمس تطفأ، شنو؟ حتى النجوم هم تنطفئ. هاي اثنين. ثلاثة، وياي شوي انتبهوا لي مولانا. الثالثة، وإذا الجبال سيرت. أنا على السريع قاعد أمر ترى بيها شرحية. وإذا الجبال سيرت، هذا الجبل بهذه العظمة شو يصير مولانا؟ يبدأ بالحركة، يتحرك. طبعا هاي واحدة من هاي المقدمة الأولى للجبل. الجبل يمر على مراحل يوم القيامة. الجبل يمر على مراحل. أول مرحلة للجبل إذا الجبال سيرت، أول ما الله سبحانه وتعالى شو يسوي بالجبال؟ يخليها تتحرك. مولانا ترى مو حكاية، يعني شوي صور الموقف. يعني هذا الجبل، هذا المخلوق العظيم يوم القيامة شو يصير؟ يبدأ بالحركة. زين، الثاني، الحركة الثانية للجبل إذا خلاه يتحرك شو تقول الآية الثانية؟ الحاقة 14، بسم الله الرحمن الرحيم، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أول ما يخلي الجبال شنو مولانا؟ تتحرك، وتسير الجبال سيرا. أول ما الجبال تتحرك بعد الحركة تجي المرحلة الثانية، شو يسوي بها الله سبحانه وتعالى؟ يرفعها فيضربها أرضا، شو يصير؟ يصير دكة تتلاشى. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، اسمع، الجبل من طبعه يصير صلب قوي، حجر. ها تسمعني لو لا؟ الجبل يصير صلب، حجر، حجر قوي. شو يصير به؟ يقول المرحلة الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المزمل 14، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب المهيل يعني الرمال المتراكم، الرمل إذا يتراكم، شايف؟ ها شايف على البحر من تعصره هيك يتراكم. شو يصير الجبل؟ هذا الجبل الخشن، هذا الجبل الصلب، هذا الجبل اللي من حجر قوي، شو يصير؟ يصير رمال شنو؟ متراكمة. كم مرحلة صارت؟ ثلاثة، السير ثم يدك ثم شنو مولانا؟ كثيبا مهيلا. المرحلة الثالثة للجبل، الرابعة، شوفوا شو يسوي بهن الله سبحانه وتعالى. هذا ترى درس إلي وإلك. يقول لك إذا بالجبل هيك يصير، احنا شو يصير بينا؟ لا صدق، يعني إذا جبل، جبل هذه العظمة، إذا هذا الجبل العظيم الله هيك يسوي به، شو احنا البشر شو يصير بينا؟ دم ولحم، هذا من حجر وهيك يصير به. اسمع المرحلة الرابعة، شو يقول المرحلة الرابعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة الخامسة، يقول وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن يعني القطن، القطن الملون الذي يتطاير يمين وشمال. ها من بعد ما يصير كثيب مهيل رمل، ها شو يصير مولانا؟ يبدأ بالتطاير، يصير مثل القطن الطاير. شايفين النداف الحلاج؟ احنا نقول له نداف، هذا من يطق اكو قطن يطير هيك، يطير بالهواء. ها هذا يسمونه العهن المنفوش. طلعوا لي الجبل بهذه العظمه شو يصير؟ كالعهن المنفوش. كم مرحله صار؟ أربعة. الخامسه، اسمع الخامسه، الخامسه شو يصير؟ سوره، نعم،
الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. شو يصير؟ يصير غبار متناثر. بعد ما يصير مثل القطن شو يصير؟ يصير غبار. شايف يصير فد غبرة هيك هوا يصير يطاير. هذا الجبل الله يطيره. نتيجة الجبل كم مرحلة صارت؟ 5. نتيجة الجبل وين يصير؟ اسمع هذه مهمة، هذه إلى إشارة إلى كربلاء مولانا، اسمعها زين. نتيجة هذا الجبال شو يصير؟ يقول الله سبحانه وتعالى سورة طه 105، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال. من بعد المراحل، هاي المراحل الخمسة إذا مر عليها، ويسألونك عن الجبال شو يصير بها؟ فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. القاع صفصف يعني الأرض شو يصير؟ يصير مسطحة. بعد مولانا يوم القيامة لا أكو صاعد ولا أكو نازل، جبل ماكو، ها تلال ماكو، علو ماكو يعني مرتفع ماكو، وكذلك مولانا نزول هم ماكو مولانا، نزول وديان كذا حفر ماكو. السير الأرض قاعا صفصفا. الإمام الصادق عليه السلام يقول تعبير عن هذا الشيء، يقول إذا وضعت بيضة، مثال يضرب مثال، هي صح مدورة، مو واحد يقول والله هي مدورة شلون يشوف، لا، الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا وضعت بيضة في المغرب وأنت في المشرق ستراها، تشوفها. طبعا قاعد الإمام يعطي تشبيه، مو أنه أنت عيونك أبيض قوي اللي يشوف المشرق والمغرب، ها؟ ولا أنه الأرض مسطحة يعني مو مدورة، لا، الإمام قاعد يعطيك تشبيه أنه لا يبقى على وجه الأرض شيئا، فوق الأرض ما يبقى شيء، قاعا صفصفة، كل شيء يتهدم إلا شيء واحد. شنو سيدي يا جعفر بن محمد الصادق؟ إلا واحد. قال ما هو؟ قال إلا أرض كربلاء، فإنها قطعة من الجنة ترتفع بهيئتها إلى الجنة. شلون ترتفع؟ هي قطعة من الجنة، قطعة أرض من الجنة. وهذه معروفة أن تربة الحسين عليه السلام هذا التراب قطعة منين؟ من الجنة. في زمان الملك عباس الصفوي، في ملك في زمان الملك عباس الصفوي جاوبه واحد بريطاني يرى ما في اليد، هذا عنده فد رياضة نفسية، يشوف شنو باليد، يشوف شنو بالجيب مثلا، يعني يقول لك شنو بجيبك، سبحة او لا، اكو فلوس او ماكو، اكو هذه عندنا امثلة كثيرة من العدة ما بيحكيها مولانا، حتى رواية عندنا في عن الامام الصادق عليه السلام. فهذا يرى ما في مولانا في مثلا الجيب او يرى ما في اليد. فجابوا احد العلماء في زمان الملك عباس الصفوي، قال له اختبره، هذا سوى مولاي، خلى شيء بايده، خلى شيء بايده هيجي، قال له ما في يدي، اسمع اسمع، قال له شنو بايدي؟ سكت. قال له احكي، سكت. قال له لماذا لا تتكلم؟ قال له انا اعرف شنو بيدك، انا ادري شنو بيدك، بس انا حيرتي وقعد تفكيري كله اقول هذا الشيء كيف وصل الى يدك، انا ادري شنو بيدك بس هذا الشيء شلون وصل بيدك ما ادري. قال له ما الذي بيدي؟ قال له في يدك قطعه من الجنه كلها نور، انا اشوف ايدك كلها نور كانها قطعه من الجنه، افتح يدك خلني اشوفها. فتحها، شنو طلعت؟ طلعت تربه الامام الحسين عليه السلام. قال له ما هذه؟ قال له هذه تربة الإمام الحسين، وأرض كربلاء وتربة كربلاء هي قطعة منين؟ من الجنة. فأنت الذي رأيته صحيح، رأيت قطعة من الجنة اللي هي تربة الإمام الحسين عليه السلام، ولهذا تربة الحسين شفاء من كل داء، بس حسب المعتقد وحسب العقيدة. واحد يخلي تربة الإمام الحسين ما يأخذ الشفاء، واحد بس يخلي تربة الإمام الحسين شنو مولانا؟ يأخذ الشفاء، حسب عقيدة الإنسان زين. طبعا بشرطها وشروطها، تخلي التربة وعلى الماء مثلا، وأكو دعاء خاص تقرأه على التربة، واضح مولانا؟ وتستخدم هذا التراب قليل بقدر الحمصة تستخدمه. طبعا أكل التراب حرام مطلقا إلا تربة الحسين للتشافي، للشفاء لا بأس من تربة الإمام الحسين عليه السلام زين. الشاهد نكمل البحث مولاي، إيش قال المورد الآخر؟ قال وإذا الجبال سيرت. كم مورد صار؟ 3. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت،
وإذا العشار عطلت. هاي خليها، إذا العشار عطلت خليها، زين خليها، خلينا في الحسين أفضل، أنا أشوفه أنسب. زين خلي البحث باكر، نص هسه ونص باكر إن شاء الله، خاطر نكمل البحث إن شاء الله. فهاي تربة، خلينا في تربة الحسين ما دام إحنا أجواء الحسين، خلينا نكتر الورقة خاف واحد قلبه يحوس. زين في أجواء الحسين خلينا مولانا. فهاي تربة الإمام الحسين قطعة منين؟ من الجنة. السجود عليها، التشافي بها، التسبيح بها، هاي تربة الحسين عليه السلام. السجود عليها، شو يقول الإمام الصادق؟ السجود على تربة الإمام الحسين تخرق، يعني تشق، تخرق الحجب السبع. السجود على تربة الحسين تخلي الصلاة مقبولة، تصل إلى عنان عرش الله سبحانه وتعالى. ومن مو أول، لا، ومن أول من صلى على تربة الحسين عليه السلام هو الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام السجاد لما أجى لدفن أبيه الإمام الحسين عليه السلام، بعد الدفن أخذ قطعة من التراب، أخذ قطعة من التراب وسواها التربة إليه يسجد عليها، وأخذ لعمته زينب. هاي التربة اللي قاعد نشوفها الآن، هاي التربة هذه الجامدة اللي جماعة يهوسون على روسنا مولانا 24 ساعة وقالوا هذول يعبدون الحجر، هاي التربة هو تراب، هذا هو تراب. مثل ما أن العبد والمسلم يستطيع أن يسجد على التراب، إحنا قاعد نسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإحنا قاعد نسجد على التراب، هو هذا التراب. بس هذا التراب بدل ما نحمله بالثوب يوسخنا مولانا وتراب يصير، فخلينا جامد وخلينا بحالة معينة خاطر يسهل حمله، نقدر احنا نشيله ويانا، لا يوسخنا وبراحه، وين ما كان خلي نصلي ونشيله ويانا. واضح مولانا شلون صار؟ فهاي تربه الامام الحسين تخرق الحجب السبع، هذا السجود على تربه الحسين عليه السلام. التشافي بتربه الحسين كثيره، كثيره جدا. انا اعطيك وحده شفتها بعيني، خاف واحد يقول والله سمعتها من خطيب من شيخ، لا، انا هاي بعيني، انا بعيني وانا جربتها بنفسي، وهي كنت اقرا في المحمره عندنا في بلدي. زين فخطباء قاعدين هواي، قاعدين على صوبين المنبر ما شاء الله هواي، فأحد الخطباء كان شاد إيده، هذا أنا جربتها أنا بعيني بنفسي. زين شاد إيده، فمن نزلت قاموا وسلموا عليه جزاهم الله خير من أدبهم واحترامهم، وإلا أنا كون أصير خادم لهم أسلم عليهم، بس من الأدب سلموا علي. أجاني هذا الخطيب، زين سلم علي، قلت له اسمه ملا علي وموجود. قلت له مولا علي شنو هذه بيدك؟ قال هذه ايدي طلع بيها فد شيء مرض جلدي، وصار لي اكثر من 10 ايام قاعد اعالج، رحت للاطباء انطوني ادويه انطوني كذا ما حد، ويوم على يوم قاعد تتوسع، صارت كبيره الى ان اخذت فد فاصله مساحه من يده. فقلت له افتحها، فتحها، فكانت فتحاله يشمئز النفس منها جدا، يعني فتحاله كلش مو مريحه جدا. زين فانا ما تحملت اشوفها، قلت له سدها، سدها، بس انا اقول لك شيء. قال لي نعم. واحد اسمه حج حيدر رحمه الله عليه توفى ابو الحسينيه، قلت له عندك تربه الحسين؟ قال لي نعم. قلت له جيب لي تربه الحسين. انا بايدي خذيت شويه من تربه الحسين، انا خليتها على ايده، خليتها على ايده هيجي، زين، وقرانا الدعاء، قلت له سدها ونام والله كريم. عندك يقين؟ قال لي عندي تربه الحسين ما اجت ببالي. قلت له خليها ما بيها شيء، خليها ونام ما شاء الله شفاء باكر. والله وحق هو الحسين الشهيد صاحب هذه الليله، لا اجامل والله العظيم ولا ابالغ، هاي والله العظيم مره ثانيه. زي مولانا غدا يوم الثاني اجاني الى المكان مضبر ايده مخليها، بس متعمد مخليها. نزلت من المنبر قلت له ها مولا علي سار، قال تعال شيخنا، فتح الجرح لم يبقى من الجرح الا اثره. اللهم صل على محمد. هاي انا جربتها بنفسي، انا شاهدتها بعيني مولانا، انا خليت على ايده وبعد موجود الملا، وان شاء الله اسمع صوتي هو ان شاء الله. واضح مولانا؟ هاي عظمه تربه الحسين، الاطباء ما عالجوها 10 ايام وقاعد تاكل بعيده، لكن تربه الحسين شنو مولانا؟ منت عليه بالشفاء. واضح مولانا؟ ولهذا الامام الصادق عليه السلام يقول من لم تشافيه تربه الحسين فلا شفاء له. زين، اذا التشافي بتربه الحسين، بعد السجود على تربه الحسين، بعد التسبيح بتربة الحسين. التسبيح بتربة، أعطيك رواية واحدة بس.
التسبيح بتربة الإمام الحسين مولاي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. الآن عندك سبحة عادية، إذا سبحت بالسبحة العادية ما دامك تسبح لك أجر وثواب، ما دامك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله تذكر الذكر لك ثواب وأجر. إذا وقفت عن الذكر ثوابها يوقف زين، لكن سبحة الحسين عليه السلام تربة الإمام الحسين شو يقول الإمام الصادق؟ يقول من حملها بيده وإن لم تسبح، حتى لو أنت ما تسبح، وإن لم تسبح أجرها، هي تسبح الله وتقدسه وأجرها لحاملها. هاي العظمة مو للتراب، ترى هذا تراب، العظمة مو للتراب، العظمة علما للحسين عليه السلام، لمن دفن ولمن قتل ولمن دخل في هذه التربة الطاهرة النيرة المباركة. واضح مولانا؟ هاي تربة الإمام الحسين. ليش حصل هالمقام هذا؟ حصل هذا المقام الشامخ لصبره الجزيل والوفير والكثير، قدم كل شيء في سبيل الله، ما قصر الحسين، قدم الغالي والنفيس في سبيل الله، أعطى الصغار والكبار ويخلي خدع التراب. خلينا ندخل بالمصيبة مولانا. من بكى على جد الحسين، هذه العين التي تبكي على جد الحسين يوم القيامة، كل عين باكية إلا ثلاث، من جملتها عين بكت الحسين. أنا ما أريد، أنا مو في هالمقام اللي أقدر أبتشيك، لا أخواني أنا قاعد أقول دائما أقولها، أنا مو في هالمقام أنه أقدر أبتشيك. عظم المصاب وعظم هذه الليلة وحزن هذه الليلة هو اللي يبتشيك، ولا أنت إلمن جاي للمجلس مولانا؟ مو حبا إلي، حبا للحسين، حبا لهذه الدمعة مولانا. فالمجلس مو مجلس والله أنا عندي وقار وأخجل أبكي وخاف صوتي يطلع وخاف يسمعوني وعيب علي، لا 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 لا، هذا مجلس الحسين، وهالليلة ليلة العاشر، ليلة العاشر هنياله اللي يخلي قلبه بهالليلة هذه حبا للحسين. هنيئا للذي يبكي ولو دمعة واحدة للحسين، وهنيئا لمن يخشع قلبه للحسين عليه السلام مثل هذه الليلة. فليلة جدا مهمة وليلة جدا عظيمة، فالسعيد كل السعيد من يخرج من المجلس وذارف الدمعة على أبي عبد الله الحسين، هذا السعيد اللي يطلع وقلبه مخشوع خاشع وعينه دامعة للحسين عليه السلام، قدم كل شيء الحسين. خلي خدع التراب شي يقول؟ تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، قدم كل شيء، خرج إلى الأعداء. يا ناس يا عالم أنتم مسلمون، يا آل أبي سفيان، إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل الصغير؟ عرفت من؟ أخذ رضيعه معه، شال الرضيع له من العمر 6 أشهر مولانا، 6 أشهر صغير، وأيام ما شارب ماي، أيام ما شارب ماي مولانا، لا أم عدها لبن لكي ترضعه لأن جف اللبن في صدرها، أو لا عدها ماي تسقي الولد، فكاد يغمى عليه، يغمى عليه من شدة العطش. أبا عبد الله سيدي يا نور عيني، أخي يا حسين، احمل الرضيع معك علهم يسقوه شرب من الماء. يقول حمل الرضيع، غشاه بغشاء، غطاه بغشاء بشيء، قلهم يا آل أبي سفيان، إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل الرضيع؟ خذوه إليكم واسقوه شرب من الماء. اختلف القوم فيما بينهم، هذا يقول هذا طفل رضيع ما له ذنب، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الرضيع؟ أو واحد يقول لا تبقوا لهذا البيت باقية، وإذا صوت بن سعد يا حرملة يا حرملة
اقطع نزاع القوم يا حرملة، ماذا أصنع أيها الأمير؟ قال ارمي الرضيع بسهم فاذبحه من الوريد إلى الوريد، عظم الله لكم الأجر. يقول حرملة وضعت سهمي في كبد القوس بينما الحسين رافع الرضيع إلى الأعلى، أين أرمي الرضيع؟ عظم الله لكم الأجر. إذ هبت ريح رفعت الغشاء عن الرضيع، يقول حرملة نظرت إلى نحر الرضيع يلمع كإبريق فضة، حققت النظر عليه، رميته بسهم فذبحته من الوريد إلى الوريد. أين المنادي وحسين؟ أيوة سيدا وشهيدا. يقول حرملة من كسر قلبي، وين انكسر قلبك؟ وين انكسر يا حرملة؟ قال انكسر قلبي في مكان واحد. إذا حرملة ينكسر قلبه فكيف بشيعتك يا حسين؟ قال رأيت الرضيع لما حس بألم السهم وحرارة الدم استخرج يديه من القماط إلى عنق أبيه الحسين. بالعافية عليك، بالعافية عليك يا زهرة، أنت شوفي سيدي أبا عبد الله يبكون عليك سيدي على رضيعك. ها الحسين وضع يده تحت نحر الرضيع، رمى به إلى السماء فلم تسقط منه قطرة واحدة، أرجعه إلى الخيام. ظنت النساء أن الرضيع شرب الماء ونام، لكن أعطوه لزينب، كشفت عنه زينب وإذا السهم مشكوك في نحر الرضيع. خويا حسين الطفل عني دغطي، أنا مالي قلب يا حسين أصيد لي. ليش زينب؟ أشوف النذبيح وما أدري رجلي، خويا هذا اللي خفت منه طحت بي. حملت الرضيع زينب أخذته إلى أمه الرباب، الرباب نظرت إلى رضيعها ضربت على رأسها وضعته في مهده والسهم مشكوك في نحره. جلست عند رضيعها، يما يا يما يا عبد الله يا غالي يا غالي يا غالي، اش كثر بيك ساهرت الليالي، يما الليالي اهزن بالمهد والمهد خا. يصير الليل تمر ايام، اسمع اسمع المصائب هاي هالليلة هذه، ها تصير ايام مولانا، مصائب تمر على الرباب، تنام يم زينب الرباب، يم زينب اسمع الما باتش هنا يبكيها، تنام يم زينب. في منتصف الليل تستيقظ الرباب، تسألها زينب يا رباب أراك تستيقظين في منتصف الليل، ماذا جرى عليك يا رباب؟ تقلها سيدتي لا تلوميني مولانا، لا تلوميني مولاتي زينب، أفز بالليل مرعوبة وهزا للمهد بيدي بحلات النوم يا زينب حسبالي بتوليدي. هاي الأم نص الليل تقعدها، يما حسبالي 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 بتولي يدي، شلون الولد تنساه امه، يما وما تنام لما مات نومه. يا هذا موقف للحسين يوم عاشوراء. اكو موقف اخر للحسين هالليله، وداع الحسين، ودع الحسين عياله، الوداع الوداع يا زينب،
الله الوداع الوداع يا رباب، ودع النساء بأجمعها، صعد على ظهر جواد. اسمع المصيبة هاي، هاي حزينة المصيبة. صعد على ظهر جواد، ضرب الجواد والجواد لم يتحرك، ضرب الجواد مرة ثانية لم يتحرك. قال لها أخي زينب، لم لا يتحرك الجواد يا زينب؟ تقول له سيدي يا حسين لا تلوم الجواد، انظر إلى رجل الجواد. أقول له لا، حاضر قلبك لو لا أقولها، والله ما عندي قلب أحكيها. نظر إلى رجل الجواد وإذا بسكينة أخذ برجل إلى أين يا جواد المنية، إلى أين أبقى يتيمة؟ أبويا يا يا والدي والله عظيم عظيم، أنا صير من زغريتي أثار الأبو يا ناس خيم، يفي على أولاده وحريمه، أين المنادي وحسينا؟ أيوة سيد، أعلى 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 أعلى، أبد والله يا زهراء ما ننسى. إلك إلك اقرأ لا تخجل، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. اقرأ اقرأ شده شده، أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا، أعلى أعلى خلي سمعك الزهرة، أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا. ما شاء الله ما شاء الله، أبد حسين 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 حسين، اي حسين لا تخجل، حسين ليلة العاشر، حسين 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 حسين، اي شهيد كربلاء، شهيد كربلاء، شهيد كربلاء، غريب كربلاء، شهيد كربلاء، غريب كربلاء، قتيل كربلاء، قتيل كربلاء، حسين إلك اسم حسين، اي علي ما شاء الله، اي وسم صدرك، حسين حسين حسين، انا اطم وياك يلا، عباده عباده عباده، خلي يسمع العالم اعلى، اي حسين حسين حسين، اي شهيد كربلاء، شهيد كربلاء، اي شهيد كربلاء، غريب كربلاء، شهيد كربلاء، غريب كربلاء، قتيل كربلاء، تريب كربلاء، تريب كربلاء، خضيب كربلاء، حسين لك ما شاء الله ما شاء الله، لا تخجل مع الحسين شباب، حسين 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 علي، اسم الحسين اسم احلى، حسين هو يبكيك، اسم الحسين يبكيك، حسين تريب كربلاء، تريب كربلاء، تريب كربلاء، خضيب كربلاء، تريب كربلاء، تريب كربلاء، خضيب كربلاء، سليب كربلاء، سليب كربلاء، حسين لك حسين 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 حسين، لبيك لبيك، اي خليه يسمعك، حسين
حسين حسين حسين حسين حسين حسين. الله الله حسين وين ايه؟ الله الله حسين وين بالسيوف مقطع. الله الله دق 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 لا تخجل. الله خلي الزهرة سمعك أعلى أعلى. يا زهرة الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين. أويلي أويلي أويلي. الله الله حسين وين بالسيوف مقطعين. الله 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 حسين حسين آخر مرة آخر مرة أعلى 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 آخر مرة هاي حسين إيه يهز العالم اسم حسين حسين يا علي يا علي حسين 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 دك يا زهراء آخر مرة. حسين شهيد كربلاء شهيد كربلاء شهيد كربلاء غريب كربلاء تريب كربلاء تريب كربلاء سليب كربلاء خضيب كربلاء حسين 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 يا حسين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله. الآية اي باكر اخواني باكر المقتل الساعة 9 الصبح ان شاء الله. باكر المقتل الساعة 9 الصبح في هذا المكان وأنا في خدمتكم. اللهم شافي وعافي كل مريض اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج يا بالفضل العباس يا الله. عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. حتى